معانا ام شهاب من الاسماعيليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. لو سمحت انا عندي مشكله بعاني منها بقالي 8 سنين. طيب ربنا اولا ربنا يزيل عنك وان شاء الله يفك كربك ويجعلك ان شاء الله في خير حال. اللهم امين. اتفضلي. كل مشاكل حياتي كوم، والمشكله اللي انا بعاني منها بقالي شهرين كوم تاني. ايه مشكله ايه بقى؟ انا دلوقتي في جوزي بينام مع الستات في التليفون وعلى الشتات. طيب يعني في برامج انا ما اعرفش هم ازاي عملوها، برامج تعارف، بيتعرف على الستات، بيعرف على المطلقات، بيتعرف على ده اي جديد ولا من اي نوع. ده جديد ولا من زمان يا ده جديد ولا من زمان؟ الموضوع ده بقاله كتير، بس كان يعني هو كان بيبقى عارف ستات بيتكلم معاها على التليفون، بس كل كام يوم يكلمها مكالمة، يعملوا كده مع بعض. سلم. انا كنت مفكرة ان هو بيتكلم كلام عادي، اللي هو مش في دماغي ان هو ممكن يمارس الحاجة دي فعلا. سلم. الا لما سمعت، انا كنت مربيه على التليفون. طيب انت بتساليني بقى انهي سؤال؟ في سؤالين ممكن تساليهم، انهي سؤال اللي بتسالهوني؟ السؤال دلوقتي ان انا دلوقتي بقى لي اكتر من شهرين هو بينزل شتات تعارف على المطلقات وتعارف على البنات، وبيدخل يتكلم معاهم هو بس في الموضوع ده، بس هم طيب. بيتكلموا في كده بس. السؤال ممكن بقى. يكون بيتكلم مع 3 و4 و10 و20 في نفس الوقت، وبيبعت لهم فيديوهات وصور. طيب السؤال حضرتك، اتصرف ازاي؟ اقول لحضرتك، ما انا قلت لحضرتك في سؤالين، اقول اكلمه او انا عرضت عليه ان انا اجي لحضرتك، هو رفض. عرضت عليه ان احنا نيجي ونتكلم، قلت له طب بلاش انت، انا هروح واتكلم معاه، رفض. قال لي طب انت لما تروحي لوحدك ما فيش فايده، هو بيقعد لو انت اتكلمت معاه بيقعد يسمع منك، وتحس ان هو طاقي وهيعمل باللي انت بتقول بيه وعارف ربنا. هقول لك ايه الحكايه، انا هقول لك كل الحكايه، لان اذا عرف السبب سهل الحل. اذا عرف السبب سهل الحل. انا هقول لك الحكايه ايه. بص، الحكايه في الغالب ان مساله ادمان المشاهدات دي ما بتبقاش جايه على كبر، الحاجه دي بتبقى موجوده في الصغر، ولما بتبقى موجوده في الصغر لازم نولد لدى الشخص ده إرادة أنه يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى هو لازم تتولد عنده إرادة للتغيير، وهي دي وظيفة الشخص اللي بيساعد الناس على أنهم يتحسنوا ويطوروا حياتهم. فهو لو جه نكلمه عن مداخل ممكن يتعامل بيها مع الماضي اللي هو شايف أنه متسلط عليه، وشايف أنه هو شكل له وجدانه، وخاصة الخريطة الجنسية عنده، فبنقدر نتكلم معاه ان هو يغير ده. لان هو اللي انت اللي بتحكيه دوت بتحكي عن حد ادمن هذه الاشياء، واحنا عندنا طريقه لتغيير هذا الادمان وبشكل متدرج، بس بشكل متدرج مع قرار حاسم الان ان هو يسيب ده، وبيسيبه. واحنا لازم نقول له احنا جنبك لما تيجي تخرج من ده، واحنا بنفرق نفس الكلام اللي احنا قلناه النهارده، واحنا بنفرق ما بين الفعل وما بينك انت. يعني مثلا انت هتقولي انا بحبك بس بكره ده، فتعالى عشان استمر في حبك تعالى نخرج من ده، نخرج من هذا الفعل القبيح اللي هو خطر عليك وخطر على اولادك، فتعالى نخرج من ده وانا اساعدك. وخلي بالك انا صورتي هتفضل تتحسن طول ما انت بتغير اللي انت بتعمله ده. فانت سالتيني ايه، احنا محتاجين خبير، نعم، واحنا محتاجين انت تعملي معاه ايه، تقولي له انا مش قادره اصبر على ده وده لازم يتوقف. طيب انت مش قادر تتوقف، تعالى مع بعض انا هساعدك، وانا بفرق ما بين الفعل القبيح ده وما بينك، وتعالى نتغير. لكن لازم يبقى في جلسه حاسمه تختص بهذا الامر، لان ده طريقه لاستهلاكك، انت هتفضلي تستهلكي كده. انت طبعا هو مش مدرك ان انت مش انك انت بيحصل لك الضيق والاكتئاب ده لما بتشوف الكلام ده، لا ده انت بيحصل لك الكلام ده على مدار الساعه 24 في 24. فانت لازم تقف الوقفه الحاسمه دي عشان لعل هذه الوقفه تنهي المساله دي، ومحتاجين ناس حكماء وناس لهم تاثير عليه عشان يخرج من اللي هو فيه ده.